السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه هبد كوره، معكم عصام الشرساوي. وقبل ما نبدا في الحلقه نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لاخواننا الفلسطينيين ان ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم وينصرهم على عدونا وعدوهم ان شاء الله. ما تنسهمش من الدعاء بالثلاثه يا حبيبي، بالثلاثه المغرب يضرب بالثلاثه. اخيرا 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 خليلوزيتش عشت وشفته بيفوز وبيعمل اداء حلو. ياه منتخب المغرب اداء اكتر من رائع النهارده، والله انا مبسوط جدا 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 عشان المغرب وجمهور المغرب، لان جمهور المغرب حالهم من حال المصريين والله. كانوا بيمروا بظروف سيئه زينا، بس هم قدروا يفوزوا بره ارضهم ثلاثه باداء حلو، بتشكيل حلو، بنتيجه حلوه، ونجم المباراة بلا منازع من وجهة نظري وهمت عليه انه ما يلعبش في الباك الشمال ولازم يلعب قدام في اليمين، اشرف حكيمي هدف واسست وهدف ولا اروع، مان اوف ذا ماتش اشرف حكيمي. يلا بينا نخش نحلل الشوط الاول والشوط الثاني والنقط اللي ادت الى فوز منتخب المغرب واداء الشكل الطيب ده جوه المباراه. بس قبل ما نخش على المباراه لايك كتير بالمناسبه السعيده دي، لايك كتير بقى، احنا فوزنا الحمد لله، عقبال منتخب مصر يا رب يا رب. يلا لايك لايك كتير وشير واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش على الحلقه. طبعا هنتكلم عن الشوط الاول، طبعا اتفرجت على الشوط الاول، هنتكلم ونحلل اداء المنتخب المغرب في الشوط الاول. اخيرا منتخب المغرب بيمتعنا، بقالي فتره بتفرج على المغرب مفيش المتعه دي. المتعه النهارده يعني مباراه في الشوط الاول جيده جدا لمنتخب المغرب، منتخب المغرب كان ممكن يطلع 4-0. طيب نسال نفسنا ليه منتخب المغرب في الشوط الاول حلو عن مباراه موريتانيا اللي لعبها على ارضه؟ اقول لك، وقلتها الماتش اللي فات وطلعت انتقدت فيها خليلوزيتش. طبعا خليلوزيتش نزل بالتشكيل يعني الامثل للمباراه دي، ونزل بالطريقه الامثل للمباراه دي. انا كان اعتراضي الماتش اللي فات ازاي اشرف حكيمي اللي بيلعب في بروسيا دورتموند ومقطع الدنيا ومكسر الدنيا هناك ناحيه اليمين وبيكمل قدام، ازاي ما تلعبوش وتلعبوا ناحيه الشمال باي منطق؟ يعني دي كان سبب من اسباب الاعتراضي الماتش اللي فات. طبعا الماتش ده فيه 4 تغييرات عن الماتش اللي فات. في حراسه المرمى ياسين بونو كالعاده، 2 قلب دفاع رمان سايس وجنبه فضال، الماتش اللي فات كان يونس عبد الحميد مكانه، ناحيه اليمين مزراوي زي ما هو، ناحيه الشمال منديل. طبعا الماتش اللي فات كان بيلعب اشرف حكيمي يمين، في نص الملعب بقى بيلعب 3، اشرف حكيمي فيصل فجر، وجنبه طبعا بيلعب بيه سفيان المرابط. برضو الماتش اللي فات التغييرين اللي حصلوا املاح وتعرابط كانوا بيلعبوا، ونزل مكانهم طبعا فيصل فجر ولعب اشرف حكيمي مكانه. الثلاثة اللي قدام رشيد عليوي نزل قدام طبعا مهاجم، وناحية الشمال بيلعب يوسف النصيري، وناحية الناحية التانية بيلعب طبعا حكيم زياش. يعني التشكيله 4-3-3، بس في اوقات كتير بتتحول ل 4-4-2 وبيبقى يكمل النصيري مع رشيد عليوي قدام. النصيري النهارده هو مش فاهم الدنيا من حسم عليه، النصيري النهارده كان جاب له 3 جوان، كره في العارضه، وحتى كره الجون الثاني هو شاطها الاول وردت وكمل فيها ودخلت جون الحمد لله. يعني مباراة انا شايف التشكيلة دي التشكيلة الامثل. كنت خايف من ارضية المباراة الترتان النجيلة الصناعي وكمان فيها مية من الشتاء، كنت قلقان، بس اول ما شفت المغرب في اول 10 دقايق يا جماعة بيبان، والله بيبان الفرقة فايقة ولا لا. طبعا دي كانت اخر فرصة لخليلوزيتش، اعتقد لو كان اتغلب النهاردة كان ممكن الاتحاد المغربي يمشيه، بس النهاردة كان نازل لعيبة المغرب عندها الروح بقى، عندها الحافز، ده اللي كانت بتفتقده المباريات اللي فاتت. الماتش ده فيه روح عاليه من لعيبه المغرب، مزراوي بيحرس الهدف الاول تكمله طبعا بعد شوطه رشيد عليوي ودخل كملها، والجون الثاني جابه طبعا النصيري اللي قلت لكم الراجل ده مش محظوظ، الراجل ده كان ممكن كره في العارضه كان ممكن يطلع الشوط الاول هاتريك. بس الحمد لله يعني احنا مبسوطين بالاداء اكتر من نتيجه الاداء. يعني انا
النتيجه مهمه والكلام ده، بس لما يبقى في اداء كمان تبقى المتعه وتبقى الاثاره ونبقوا فرحانين كده والدنيا جميله. والله بجد انا سعيد لجمهور المغرب، اصل جمهور المغرب بيمر بنفس ظروف منتخب مصر، وجمهور المغرب بيمر بظروف نفس جمهور منتخب مصر، فانا مبسوط جدا 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 على التقدم 2-0 الشوط الاول. انا شايف من وجهه نظري تشكيل امثل، طريقه لعب امثل، اشرف حكيمي يلعب في المنطقه دي، ما يلعبش باك شمال. هو ايه يا جماعه باك شمال؟ ايه يا جماعه الراجل ده مقطع الدنيا ومكسر الدنيا بره مع بروسيا دورتموند في قدام، ناحيه اليمين تجيبه شمال ازاي؟ مش عارف. برضو الحمد لله شغل دماغه وما اتغباش خليل زويتش، وانه طور من نفسه وغير 4-5 تغييرات الحمد لله اتت بثمارها. الشوط الثاني عايزين ننزل الشوط الثاني على الاقل جون كمان، تبقى 3-0 خلاص، انت موتت الفرقه اللي قدامك. بروندي فرقه مش فرقه جامده، فرقه متواضعه، فرقه بروندي حارس المرمى بتاعها متواضع جدا. احنا ممكن نزود الكلام ده ان شاء الله، ان شاء الله الشوط الثاني متوقع هدفين كمان، تبقى النتيجه 4-0. هنتفرج على الشوط الثاني وهنتفرج على متعه منتخب المغرب في الشوط الثاني، ونرجع نتكلم عن الشوط الثاني طبعا. يلا بينا نروح نتفرج ونرجع لكم تاني. فاموس كامون موروكو. الشوط التاني يعني انا اتكلمت على الشوط الاول وكنت متوقع الشوط التاني نجيب هدفين، بس الحمد لله هدف اشرف حكيمي الرائع. اشرف حكيمي احسن لعيب في المباراة النهاردة من وجهة نظري، مان اوف ذا ماتش اشرف حكيمي. الشوط التاني بدأ يعني باسترخاء شوية المنتخب المغرب، فايز 2، واساسا منتخب بروندي لو لعب كمان 90 دقيقة مش هيحرز اهداف. منتخب بروندي النهاردة يعني متواضع جدا، هي فرقة متواضعة، لو لعبت كمان ماتشين تلاتة هتتغلب. منتخب المغرب النهاردة كان فايق، الروح موجودة اللي كان يفتقدها منتخب المغرب. الماتش ده يمكن احسن كمان من مباريات بطولة افريقيا لمنتخب المغرب، الروح، العزيمة، الاصرار، الروح حتى اللعيبة مع المدرب. الحمد لله الشوط التاني زي ما قلت يعني كان اداء متوسط شويه عن الشوط الاول. الشوط الاول كان افضل، بس ده طبيعي، انت فايز 2-0 ونازل عايز تريح لعبتك، والخبط والرزع اللي بيحصل في الملعب، والملعب السنتر تان بيوجع الرجل. النجيله الصناعي ده اساسا غلط على اللعيبه، لان النجيله الطبيعي هي الافضل للاعب الكره، فكان طبيعي منتخب المغرب واحده واحده ويستير مجريات الامور ويطلع بالمباراه باقل الخسائر، انه يطلع فايز وخلاص عشان اللعيبه ما تتصابش. بس في يعني بعد ربع ساعه طلع طبعا مزراوي اتصاب، وطلع اللي محرز الهدف الاول ونزل نبيل درار مكانه، وبعد كده المباراه برضو يعني على الضيق كده، وبقوا يلعبوا واحده واحده، ونزل المرابط نور الدين المرابط، ونزل طبعا امين لاح اللي انا شايفه عمل مباراه الماتش اللي فات كان جيد، ما كانش وحش. تاني مباراه ليه مع منتخب المغرب، لحد بقى ما سفيان المرابط عمل سلو باص لاشرف حكيمي من بعد نص الملعب، وروح يا اشرف يا حكيمي، وبهدوء اشرف حكيمي وبلعب وبفن اشرف حكيمي يحطها الهدف الثالث، هدف جميل جدا جدا، ليؤكد كلامي وكلام الدنيا كلها ان ما ينفعش يا خليل وزيتش يبقى عندك لعيب زي اشرف حكيمي وتلعبه باك شمال. يعني اقنعني، هو في بروسيا دورتموند مقطع الدنيا في اليمين وبيكمل اساسا قدام، ما بيلعبش باك صريح. انت ازاي؟ خلاص انت المفروض بعد كده عندك الباك اليمين هيبقى اشرف حكيمي، العب بنفس الطريقه اللي تكسبه لعبه، اللي انت بتعرف تكسب بيه العبه، مفيش اي مشكله. انا اشرف حكيمي هيفيدني، العبه قدام، ما العبوش باك شمال. باك شمال ايه؟ وانا عشان ما اخسرش مزراوي اخسر حكيمي؟ لا، كده انت وجدت له حل تاني انه يلعب قدام مزراوي، مفيش اي مشاكل. منديل مش عاجب ناس كتير، يعني المذيع النهارده كان مش عاجبه منديل، حمزه منديل، بس انا برضو عند رايي ان الباك الشمال انه بيلعب بشماله احسن ما تموت اشرف حكيمي في الباك الشمال. لغايه ما تشوف طبعا في الدوري، يعني دور في الدوري المغربي، مفيش في الدوري المغربي لاعب باك شمال، مش للدرجات دي يعني. مبروك الفوز، النتيجه يعني حافظوا على النتيجه واحرزوا الهدف الثالث، وده اللي احنا كنا عايزينه، اداء ونتيجه الحمد لله. المنتخب المغربي النهارده بيفرحنا، المنتخب المغربي بيفرح الجمهور النهارده، الجمهور المغربي والجمهور العربي. الف مليون مبروك لكل لاعبي المغرب، لخليل زويتش اللي كانت راسه على المحك وكان مقعده على المحك، لو كان اتغلب او تعادل النهارده كان في كلام كتير انه ممكن يترك المغرب ويمشي ويشوفوا مدرب تاني، لان كان النتيجة هتبقى صعبة. منتخب المغرب النهاردة بان بشخصيته القوية، بادائه القوي، بان بطريقة لعبه القوية والحلوة اللي كلنا مستنينها. الشيء المفقود اللي كان مفقود ان خليل زويتش
كان مش واقف على بعض العناصر، بس اهم حاجة المهم النهاردة ان هو الروح اللي رجعت لمنتخب المغرب والاصرار. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، قول لنا رأيك في الكومنتات. ده كان رأيي في اللقاء بشكل عموما، انت قول لي رأيك في الاداء النهاردة كان عامل ازاي، قول لي رأيك في منتخب المغرب، لايك بقى وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس. سلام.